tell me your name. My name is Gladiator. اكتشف علماء الآثار في فيينا أكاديمية لتدريب مصارعي الرومان القدامى المعروفين بالجلادييتر في مستوطنة كارنونتوم الرومانية التي ازدهرت منذ 1700 عام وتبعد 30,000 ميل عن العاصمة فيينا، وهو أول موقع يكتشف خارج إيطاليا، وأهميته لا تقل عن أهمية لودوس مانيوس أكبر مدرسة تدريب لمصارعي الجلادييتر في روما، ولا عن الكولوسيوم المدرج الروماني الذي كان يستخدم لعروض قتال مصارعي الجلادييتر. ويعود العرض الأول على الأرجح إلى عام 264 قبل الميلاد، وتحولت من بعدها إلى استعراض عام يتواجه فيه المصارعون أو يواجهون الحيوانات المفترسة. صور الخبراء تظهر بنية الأكاديمية الكاملة التي شيدت على مساحة 2800 متر مربع ويحيط بها سور، وتقع إلى جانب مسرح روماني اكتشف عام 1923، وهو رابع أكبر المسارح الرومانية في العالم. يأمل الباحثون خلال عملية التنقيب اكتشاف القطع الأثرية المرتبطة بالمصارعين الرومان كالدروع والأسلحة وأدوات الطعام والمال. من عبيد لدى الرومان تحولوا إلى أشرس المصارعين لترفيه الأباطرة والحكام إلى أن انقلبوا عليهم. كفاح الزين العربية.